السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قالت الجماهير الجزائرية بعد فوز المغرب ضد كندا وتأهلها للدور الثاني. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن تأهل منتخب المغرب للدور الثاني من كأس العالم بمونديال قطر، وهذا بعد تصدره لهذه المجموعة. والآن لنعرض عليكم ماذا قالت الجماهير الجزائرية. مبروك أشقائنا المغاربة تأهل إن شاء الله النهائي، والله فريق قوي يستاهل تأهل ولكم كل التقدير، برافو. مبروك للكل العرب وليس للمغرب فقط، نتمنى كل التوفيق إن شاء الله. أسود الأطلس تطيح بكندا وتتأهل إلى الدور الثاني في المرتبة الأولى، تأهل مستحق لأسود الأطلس وفوز رائع وتصدر للمجموعة. ألف ألف مبروك ومشوار موفق في قادم الأيام، منتخب متمسك ويلعب بروح وتنظيم وتضامن رائعين، بلد عربي في الدور الثاني من القلب شرفتنا. مع من أشقائكم الجزائريين ألف 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 مبروك وإن شاء الله للنهائي. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.